ساعة من الليل وبهيك محل تبقي مع واحد ما بتعرفيه بالنسبة إلك، بالنسبة لوحدة مثلك قديش صعبة. بس رغم هيك بقيتي، رغم هيك بقيتي منشان تساعديني، منشان تديري بالك على زلمة ما بتعرفيه. شو اللي عرفك إني بكرة ما رح أطعنك بظهرك؟ يا ريتني أحسن عليها، يا ريتني أحسن أبكي مثل ما طلبتي. يا الله، بس أنا نسيت البكي من زمان يا جواهر، من اليوم اللي وعيت فيه على الدنيا وتعلمت فيه إني أحكي نسيته، من اليوم اللي وعيت فيه على الدنيا تركوني أمي أبي المرة اللي حبيتها وحتى أخي كلهم تركوني. حدا تركني بالموت وحدا تركني بالخيانة، وأنا ما قدرت غير أنزف. ما أحسن تبكي، ما امتلكت القوة لأقول إني بخاف مثلك ومثل ديبي. يمكن السبب الحيطان السميكة اللي بنيتها من حوالي، ويمكن أنا السبب. يمكن 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 إذا ردت أطلع من حالي ما بقى أقدر، ما عدت قادر سلم حالي لقلب أي حدا بأريحية. ما عدت أقدر، ما عدت أقدر. من إمتى أنت فايقة؟ مو مهم. كنت عم تتسمعي علي؟ بس أنت كنت عم تحكي لي. لا، المفتاح وين حطيتي؟ مفتاح السيارة شو بدك تعمل، رح تهرب؟ وين المفتاح؟
هاتي. ما عملت جريمة، كل شيء عملته فشيت قلبك وانت عملتي حالك نايمة. يعني لو مفتح عيوني ما كنت حكيت؟ هاتي المفتاح. بدك تهرب مني ماشي، بس لوين بدك تهرب؟ لوين بدك تهرب من وجع راسك يا نعيم بيك؟ لك شو دخلك؟ طبعا بوجود كل هالناس حواليك، مين انا لحتى تفضفض لي همك؟ ومين انا حتى افهمك؟ ما بدي صير صديقتك ولا شيء، اصلا انت كمان ما بدك. نسيت اللي سمعته، لا تشغل بالك. يلا جواهر؟ 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 لوين هربانه؟ لا تهربي. لا إله إلا الله. لك عمي ليش عم تصرخ هيك؟ كل شي عملته أخذ كوزين درا، شو خربت بيتك يعني؟ إيه لو كل واحد أخذ كوزين درا، عيب والله عيب. الله غلانا عنهم، خد عمي ما بقى بدنا. وعم تطلعي بالعالي. ايه بدي اطلع بالعالي. انا بنضيع ولو محلك ما بعمل هيك. قديش إلهم قيمه هدول؟ قديش حقهم؟ قول اعطيك وخلصني. جواهر كيفك عمي رمضان؟ نعيم بيك اهلا وسهلا، ليش ما خبرتنا بجيتك؟ والله مرينا هيك. خير ان شاء الله. عم تتخانق معك كمان؟ ايه بيتك مقطوع لا هابوب ولا دابوب، وانت من امبارح المسا بلا اكل. قلت بس لك عرنوسين معتبرني العم حرميه. لا تأخذيني يا بنتي، منين بدي أعرف؟ العم يجوا عن نزهة بيقطفوا كم واحد وبيهربوا لهيك. عمي رمضان هو البستاني تبعنا وبمقام أبي. أنت كمان لا تأخذني عمي رمضان على اللي عملته معك. بس ما شاء الله إيدك شو خضرة يا عمي، شوف هالزريعات اللي عندك قديش حلوين، وشوف هالغار خزات العين. يي خاف يصيبهم بالعين. إذا جوعانين أنا هلأ بحط لكم فطور. لا يمكن إحنا بدنا نروح هلأ. ما ليش إذا فطرنا منتأخر؟ شو عرفني مثل ما بدك، أنت صاحب الشغل وبتعرف. أنا جاي على بالي أفطر مع صديقتي، بدنا نعزبه لعمه. إيه بهيك نعيم بيك، أنتوا تفضلوا استريحوا، أنا ببعتوا مع المرأة. إيه والله هلأ بتسلقوا هدول كمان. بتسلقوا. مع السلامة. أنا ما قلت لكم قبل ما أخلص القهوة بيجي نزير. أهلا وسهلا معلم. أهلا وسهلا. تعال يا نزير. صباح تعال. صباح الخيرات. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. في شغل كويس صاحبه عم يستنى نروح نحكي. شو هو الشغل؟ صالات سينما، ست صالات استثمار. يا نزير بعد هالعمر بدنا نطالع اسمنا مالك تبع الأفلام؟ ما لقيت شي تاني مثل الخلق كرمال الله. هذا سيء. افتحي قدامي، افتحي. ألو نعم. صباح الخير أخ سيد. أنا ماني بالبيت، عند رفيقتي. وليش لا اتصل فيك؟ ما بقى معي مصاري ولا شيء. انت شو بدك مني لسه؟ نحكي. ماشي منحكي. ما بعرف وين ما بدك. بيتك انت. تعال عندي على البيت. بحب.
بعد ساعة يروح. أنا بعد ساعة بكون هنيك. إيه ماشي. يلا. ماشي. يلا. ماشي. حضري حالك بسرعة يلا. مالك اتركه. خلي سيدي يغرق بوسخه. مالك لا تتهور ولا تنسى اللي حكيناه. لا تحكوا معي. اتركوا كل شيء. طلع بوش هالمرة يا نزير. أنا كل ما بطلع بوش هالمرة بنسن مثل السكين. بعدين هذا السكين لحد قبل ما يقطع راس الشيطان ما بيدخل على بيته. مفهوم؟ يلا. زينل. زينل. طولي بالك. عادي أيوة. ارتاحي. جان شو هاي؟ هاد حفيد عمي رمضان. اه الجده بعتها هاي للخاله. شو دخيله لجدك ما احلى. سلم لي عليه كثير وقول له شكرا. حاضر. مع السلامه. شايف بعتها لانه عجبتني. ايه بس هلا انا وين بدي لاقي لها محل وازرعها بنص المدينه؟ خلينا نزرعها هون. بس هي الك. مزبوط. وكل ما بتجي لهون بتسلم لي عليها وهي بتكبر شوي شوي. يمكن ما يكون عندي وقت هلا بس نخلص فطور منلاقي لها شي محل منيح ومنزرعها فيه. مرحبا. كيفك بعد ما غبت عنك؟ منيحة. شو يا؟ نحن متقاطعين؟ طبعا. في وحدة بتقاطع اخوها الكبير؟ شو في اخ سيد؟ شو؟ عم تقولي ادخل فورا بالموضوع. ماشي مثل ما بدك. هلا نحن فكرنا مرة تانية وقررنا انه نحن ظلمناك شوي. شو يعني؟ انه نترك اختنا هيك بدون مصاري غلط كبير كتير. يعني؟ يعني ما في هيك سيدي ما بيناسبناش. انت شو عملتي بالسيدي؟ كسرتيه ورميتي؟ ليش عم تسأل؟ رميتي ولا خبيتي؟ قولي بالأول. ما رمته. أعطتني إياه. أنا عم بعمل من سيدياتك مجموعة. مريم لبرا. شو صار سيد؟ سيدياتك ضايعة؟ خد خد. كلب. هاي مشان الستنور لهون وبس يا سيد. هذا يوم تسكير الحساب بيناتنا. كل يلي حرقت نفسهم واقفين على رجليهم وجنب بعضهم تضعف. شفت؟ كلهم تحت جناحاتي. شو؟ احكي. خسرت. بدي اقول لك تشهد بس شو بيطلع من تشهد الشيطان؟ انت عندك عيلة هون بالبيت. انت خطيت اول خطوة. اذا خطوتك الثانية بتكون لورا بتضيع اللي بين ايديك. انت مو رجال وحتى مالك انسان يا سافل. دير بالك تنهبل وتطلع طريق مره ثانيه. فهمت علي؟ امشي زينال. زينال زينال ما بيستاهل. لا تلوت حالك فيه. هذا بو يد kendi pisliğinde boğulacak nasılsa. استناني برا يلا. you
شفت يا سافل؟ انت هلا مدان الي بروحك مرتين، خلي هذا كابوسك. كيف؟ منيح؟ بكفي هيك؟ شو هذا؟ انت بعمرك ما حفرت لنصبي يا استاذ؟ لا والله. ايه باينة، ما حفرت لكك مبين. كان فينا نقول لعمي رمضان وهو بيزرعها. لا ما بصير، لأنه وقتها بصير شجرة الغار تبعه. ما منيح يكون عندك شجرة مزروعة يعني؟ ايه خلص خلص هيك بكفي. يلا شو؟ شو مفكر هاي النصبة بتزرع حالة بحالة هون وبتوقف؟ رد تراب عليها لتزبط. تراب؟ ايوه. منرده. تمام معلم؟ الله يحميها. حلو. هلا دور المي. مية شو؟ بدك تسقيها مشان تعلق. شوي شوي عليها. استلميني 10 بلدي منشان هالزرعة. لا تقول عنا زرعة، هي في إلها اسم، غار. ست غار؟ هذا السيد نعيم أوشار. خلاص خلاص لا تعصب، لما بتشوفها بكره بتكبر رح تحبها. الزرع مثل الاولاد الصغار، ترعاها هون وبتغذيهم وبتحبهم بيقوموا بيكبروا. بس هدول ما بيتركوك ابدا. بعدين بصير عندك سبب حتى تيجي لهون. اي خلص بكفي. ما بعرف اذا رح اجي مره ثانيه. وليش حتى ما تجي؟ بيت مثل الفل وارض بتطير العقل، تذكرت مناطقنا والله. أنا ما عندي شيء أبداً لتذكره بهذا البيت. معناها من اليوم ورايح لازم يصير عندك ذكريات. نبدأ من هاي الزريعة مثلاً. ماشي، بس مننسى اللي صار مبارح. لشو صار مبارح بالليل؟ آه كان راسك عم يوجعك وأنا نمت وتركتك، ما هي؟ أيوة. رجعنا على الدنيا. اي والله. شكرا. وقت رح روح شوف الشجرة. امتى رح روح ما بعرف، بس بتحبي خبرك؟ يا ريت تبقى تخبرني. حلو. اهلا وسهلا نعيم بيك. اهلا وسهلا فيك يا عثمان. بتودي سيارة على المغسل ما هيك؟ توسخت كثير بالتراب. وحضرتك كمان يا بيك. معك حق. زرعت شجرة. شو كان اسمها؟ غار. غار. عثمان أنا آسف على ردة فعلي مبارح، مو بقصدي. هالشي مو مهم، المهم أنتو تكونوا مناح. هذا من فضلك. تكرم يا بيك. بالإذن. ألو؟ شو؟ بأي مشفى؟ شو صاير؟ ماشي شكرا. خالتي نسرين خير شوفي؟ لا، نديم. ما بتروحي معي؟ أنا بروح، بس نعيم بيك ما بظن إنه نديم بيك بحب يشوفني. مو مهم ما فوت على الغرفة، بلكي أنتو كان بدكم شي واحتجتوني. بسرعة عثمان. شرف سيدي. نديم أوشار. نديم بيك أول غرفة على اليمين، تاني جناح. حضرتك قرايبه؟ أنا أخوه. <تصفيق>
شو فيه؟ شو صاير له؟ معه تسمم كحولي غالبا. شو يعني غالبا؟ يعني شربان كحول كتير، بس ممكن يكون معه شيء تاني كمان. عم نستنى نتائج التحليل. وين الدكتور؟ ليش تاركينه هيك لحاله؟ دكتور عم يحكي مع مرت المريض، بعد شوي بيجي. مع مرته؟ ليش اللي جابته لهون مو مرته؟ اخي مانو متزوج، بدي اشوف الدكتور فورا. شو صاير مع نديم؟ يمكن مكتر بالشرب، والدكتور عم يشك بنزيف بالمعدة. طيب وين الدكتور؟ كان هون وعمل له اللازم، هون قسم الإسعاف. تعرف نحن مو وحدنا هون. انت استني هون جواهر. ماشي. نايم بيك تلبك كتير لما عرف معه حق قطعة من لحمه. حضرتك جبتي الله يرضى عليك، يعني شكرا كتير إليك. العفو. لا تواخذيني. شو بتكوني لنعيم بيك؟ مرته؟ أنا بشتغل بالأوتيل، جيت بلكي بساعدهم بشي. حضرته عصبي كتير. لا هو هيك، خل مركز، بس ما بيأذي حاله، بيأذي اللي حواليه دايما. ماشي مفهوم معلم. اثنين بيض بندورة. العمى الفجع، بيض بندورة من عند الصباح. بابا شوي وبصير الظهر. معناته يستنوا على الغداء. الو. ايه حاضر حاضر معلم. شوفي زكي، بدك تحط لهم زيتون على البيض بندورة. العمى زيتون على البيض بندورة؟ على البيض بندورة. زكي دخيل عينك تليفوني. تفضل معلمي. بيض بندورة تفضلوا. جواهر وينك بنتي؟ ليش ما اجيتي لهلا؟ شو؟ نديم بيك؟ شو صار له؟ ماشي فهمت. ونعيم بيك كمان هنيك؟ قولي له باسمنا الله يشفيه. معقول نخبر الست نسرين بنتي؟ بس كيف بدنا نخبي عليها بقى؟ طيب ماشي الله معك. شو صاير معلم؟ نديم بيك صاير معه نزيف بالمعدة، هو هلا بالمستشفى الله يشفيه. لساته بأول شبابه. ايلول شبك بنتي. خير واقفة مثل شو صار لك بابا؟ لا طالعي لي خلقي، نزيف بالمعدة شو فيها؟ بالزمانات ضربوه لعمي الله يرحمه بالسكين هون بهالمنطقة، وقتها كنت شوفي النزيف بالمعدة. الله لا يورجيكي هالشوفة. يا روحي ما بدها حساسية كل هالقد، نزيف بسيط بالمعدة، ما تزعلي عليه حبيبتي ما تزعلي. بس نزيف المعدة ممكن يكون خطير كتير يا معلمي الله يحمينا. زكي ممكن تسكر تمك يا بومي. جيب البيض. ما قلت لهم ما بينحط زيتون على البيض بندورة؟ انتوا استنوا شوي هون اذا بتسمحوا، بس ينام مندخلكم. وانا كمان ما بريد التقي فيك، معناها القدر ما بيتوقف قدامه. شوفي انا اخي مريض هلا، ما بيهمني شي تاني ابدا. تواجدك هون مجرد تفصيل. بس تفصيل مهم. ما بتحب تعرف ليش انا هون؟ لا ما بحب. انت اللي جبتي نديم على المستشفى فشكرا، والسبب مو مهم، بس هلا انا هون، يعني لا تعطلي شغلك. انا ما بعطل شغلي، لا تاكل هم. لما بعرف شو صار على نديم بروح او ما بروح حسب الوضع.
ما في شيء ابدا ان شاء الله، لا بقى تضايق حالك هيك. الحكي عن الناس كتير سهل. هذا اخ جواهر، انت عندك اخ؟ لا. ما بتحب يكون؟ لكن ما بحب. لو عندي اخ كان صار فيني هيك. الله اعلم. شو عاملي لي اعراض هالكل على شغلكم؟ يلا يلا. شو صار؟ ما فهمت. المسكين ما عم يفتح تمه. احكي زينال. كنت بدي خلص عليك، ما سمح لي مالك اغا. تعال شوي. انا كمان بدي اعرف شو لما صار. لما بيلاقي مالك اغا مناسبه بيحكي لك اللي لازم يحكيه. تعال زينال. امرك معلم. مريم، ما قتلوا سيد، هذا اللي بفهمه. ما قتلوا؟ مو عرفانه افرح ولا لا، لانه رح يضل يدور حوالينا. وما عرفانه ازعل ولا لا. مالك اغا ما لوت ايديه بالدم. خايفه يا مريم؟ لا بقى تخافي يا نور، هيك صار احسن. بتبدوا حياه جديده، لا تشغلوا بالكم. سيد تبهدل على الاخر، ما بقى يقدر يرفع راسه. ليش فكرك بيتاثر بالبهدله؟ بيضل تحت التراب 100 سنة، وبشي يوم بيطالع راسه وبيبخ سمه. إذا بهداك الوقت قال مالك آغا بسببك يا نور، أنت اللي لينتيني. شو بدي أعمل وقتها يا ترى؟ جواهر، لازم نخبر ماما نسرين. إيه بيكون أحسن. بروح مع عمي عثمان فوراً ومنجيبها. ماشي. مرحبا دكتور، شو معه؟ نزيف مو خطير، بيضل عنا اليوم وبكره منخرجه. لازم يرتاح بالبيت ضروري، ولازم يتعالج، لازم ياخد دواء بانتظام. مدمن كتير على المشروب؟ مو لدرجة يعمل له مشكلة. لازم يبتعد عن المشروب 2-3 أسابيع. شكرا، رح أقول له هالحكي حرفيا. ما عليه إلا العافية. شكرا لك. شو بدك؟ أنا مو حابب نديم ينزعج. نعيم، هي تاني مرة بنلتقي بالمستشفى، بس أنت محظوظ، بكرة أخوك رح يتخرج من هون. أما أنا أخذت أختي من المشرحة. أنا كمان كنت مع أختك بالسيارة، وكان ممكن يصير العكس. أنت كنت رحتي لعند أختك وأنا كنت متت وارتحت. يا ريت، بس ما صار هيك، لأنك أنت اللي كنت عم تسوق. بعدك متفائل كتير؟ لا هون ولا حتى بالطرف الثاني رح تشوف الراحة أبدا. يمكن، بس ما منعرف. ما هيك، بس الشيء اللي أنت بتعرفيه على الأكيد هو. طيب قول، لا تتردد. هو إنه سعاد كانت بتكرهك. هيك لك معناها كانت تكرهني. طيب كانت تحبك؟ أنا اللي كنت بحبها، وهذا المهم بالنسبة إلي. بس يمكن كان في واحد بتحبه أكتر منك، شو رأيك؟ ما منعرف هالشي، بما أنها ما كانت تحكي. لهيك أنت سكتها نهائي للأبد. بالحقيقة معك حق، طالما هذا الزلمة عايش أنا كمان ما برتاح يا نور. هلأ هذا الكلب طار عقله. مزبوط، أخطر شي لما بينجرح الوحش. بس كمان لو مالك آغا قتله كان رح يرجع مالك القديم. بيقولوا اللي بيعيش مع السيف بيموت مع السيف. مالك ترك السيف وعم صلي لالله يضل تاركه. بالحقيقة كان أزبط شي إني أنا أعملها. كانت أزبط شي بالنسبة للكل. بشو عم تفكري أنتي؟ طالعي هالشي من عقلي. اتصلي بقى. مالك آغا ما بيتركني بحالي. مزبوط، ما بيتركك هلأ، بس ما بتعرفي يمكن تنحل بعدين. ألو مريم؟
انبسطت كثير من اتصالك. شو اخبارك؟ منيحة، انت كيفك؟ ليكي اسمعيني، ما عم بحسن عفرائك، يعني اذا التقينا بكون مبسوط كثير عن جد. بكره بتصل فيك. ماشي ماشي، بكره بستنى تليفونك. وامتى ما بدك تتصلي؟ تليفوني على طول مفتوح. اوه خير ان شاء الله، كانه بدك تطير. اخي اخذت خبر كثير حلو من رفيقي والله. اخ لو فيني اكذب، بس خاصه معك. يلا منيح، معناتها تعود احكي لي. امجاد العشق بيعدي؟ ما فهمت. عم قول العشق يعني بينتقل من واحد لتاني؟ اذا بتبقى بتحكي عن العشق لواحد تاني يمكن يغار من هالشعور، معناتها بصير بيعدي هيك. مزبوط. لا ما قصدي بهالمعنى ابدا، يعني في امراض تنتقل باللعاب والدم هيك، يعني عشق واحد تاني بيدخل جسمك غصبا عنك، بيسيطر عليك كمان. ما صدفت هيك حالة بكتب الطب، بس معك ممكن يصير هيك شيء. الله العليم، يمكن انت معدي. دائما انا اخر من يعلم، نقلوا ابني على المستشفى واخر وحدة انا بصير لي خبر. ليش؟ قال بيرتفع سكري. من هون ورايح بدي روح على المستشفى للمعاينة وحدي، ما بدي حدا يفكر بوضعي الصحي. شو انا طفلة يا جماعة؟ يا خالتي نحن كمان ما عرفنا الا بالاخير، لو ما راح على المستشفى كان بيمشي الحال اصلا، شربان ومكتر، شغلته كلها فاضية يعني. طلعنا البواب، ليش ما خبرتوني فورا معناتا؟ خالتي كأنك ما بتعرفي الدكاترة، ليش هنن وقت يوقع واحد بين ايديهم بيتركوه هيك بسهولة؟ انتي بس قولي راسي عم يجعني، لحالة بتكفي، ما بيخلوا ولا نقطة فيكي ما بيفحصوها. عثمان من الأول خلينا نمر على بيت نديم، ممكن؟ حاضر. بدنا نجيب له شوية أغراض. قال الدكتور بكرة رح يطلعوا. ما بده ينام الليلة؟ جيب له شنتاي وبعدين بروح. وليش بقى؟ بدي أبقى معه يا روحي. آه ما تقولي ما بصير، أنا بعرف بهيك أمور. ايه منيح، انتي بتعرفي اكثر جواهر. أه؟ بأنه غرفة نازل، بلكن ما عرفنا. إيه لا تشغلي بالك، وصلنا ليك هاي الغرفة. لا 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 لا. معناها ما في شي بيخوف. لا لا ما في شي. طيب شكرا. خلال أسبوع ما بيبقى في شي أبدا. شو عم تعمل هون؟ يعطيك العافية. الله معك. ليش أنت بتعرفيها لهي؟ إيه وأنتي؟ لا نعيم بيك بيعرفها يمكن، أنا أول مرة بشوفها هون. لإمتى بكون ضلوا عم تخبوا عني كل شي؟ ماشي أنا بحكي مع نعيم وبنتفاهم. يا عمري شو اللي صار لك؟ ما صار له شي ماما نسرين، نايم، لما بفيق ما بيبقى شي ابدا. هذا نزيف بالمعده وبهالعمر شو بدك اكثر؟ ما في شي خطير. ليش في نزيف بالمعده مو خطير يا روحي؟ لازمه رعايه، ما بصير يضل لحاله. كانك ما بتعرفي نديم، هو ما بيبقى لحاله. İyi gününde kalmaz. Doğru. Ama elden ayaktan düşünce o etrafında pervane olan aşikteleri ara ki bulasın. هي الحية السهيانة شو كانت عم تعمل بالمستشفى؟ الحية السهيانة مين؟ قصدك سوريا؟ ايوه هي اللي جابت نديم، بعدين ما في لزوم توطي صوتك، تعرفوا على بعض. هي شو جواهر؟ شوفوا هالشغلات اللي بتدخلوني فيها، انتوا بتقولوا بلا ما تسمع ماما نسرين وبلا ما تزعل ماما نسرين، انا شو دخلني بهالقصص؟ رايحة. مو معقول شو حساسة، بنت حساسة كتير. وانتوا ليش خايفين علي كل هالقد؟
لساعتكم مفكريني صغيرة؟ لكان سوريا جابت نديم على المستشفى؟ ايه. كيف صارت هاي الشغلة؟ ما بعرف، شكلهم ملتقيين. نعيم، قلي شو اللي صار بالضبط؟ عم احكي اللي بعرفه بالضبط يا. نديم دايخ وانا ما ردت احكي مع سوريا. حكينا كلمتين شكر وهيك شي يعني، بعدين راحت. خليها تروح وان شاء الله تروح على جهنم كمان. نديم عمري. لا تعذبي حالك، ما رح يفيق. الدكتور قال ما بيفيق لليل. وهدول شو؟ أنا بقياني هون اليوم، وأنت حبيبي عندك شغل، ما بدي أي اعتراض أبداً أبداً. يا عمري. هاتي هالمعلقة. بالأول قولي إذا سمحتي بعطيكي. هاتي هالمعلقة ولا تخليني انتفلك شعرك من راسي. انتفلي لشوف، انتفلي لشوف شو هاللي بده يطلع معك. جواهر بتعرفي، بعرف كيف ربيتي. اسمعيني منيح، بدي أسألك. لا تقاطعينا، بدي فهمها شغلة لهي. شوف القلة. مع البنت بهالطريقة أنا بخرب. ممكن تجي تساعديني لو سمحتي؟ رجعت لك، نتواجه بعدك. عجلي شوي. تخيلك كثير خوفتيني. ايه منشوف. إذا طلبنا منك شغلة بتعملينا إياها؟ على عيني وراسي، تفضلي. إذا طلبت نروح على محل أنا وياكي بعد الشغل. لوين يعني؟ عندي موعد اليوم وما بحسن إله لبابا. هذا الموعد ليكون بالمستشفى. ما بيتخبى عنك شيء أبداً. ليكي أيلول، أنا ماني عمية وعم شوف كل شيء عم بصير، بس بدي أنصحك لا تركدي ورا شغلات ما بتصير. حرام شبابك يضيع هيك على الفاضي. منين بتعرفي إن شغلة ما بتصير؟ ليش الحب له قانون يعني؟ في أم عيون حلوة، لكن ما في ويا ما في، له قانون وله ممنوعات، ومنه بصير ومنه مستحيل. عم بحكي مشانك والله. شوفوا مين عم يحكي. ها وين كنا؟ يلا هاتي المعلقة لشوف. ها ليكي هلا بتطلع معي. ها خدي اختي، خدي خدي واتركيني بحالي. ما رح نقدر نسدد القرض. لسه في وقت نعيم بيك، يمكن باي لحظه يطلع قرار من الوزاره. هالقرار ما رح يطلع. ونسالي القرض التشجيعي، برايك عندنا شي طريق تاني؟ لا والله ما في طريق تاني، بس كان قرض الوزارة مضمون 100%. نديم بيك هو نديم بيك عمل اللي بيحسن عليه، بس ما مشي الحال. شغل الدولة ما بيدخل بالعقل بتعرف. ومع هيك لسه في وقت. ايه في وقت، بس إذا تركنا لآخر لحظة ما بنحسن ناخد أي أجراء، يمكن نوقع. وبشو عم تفكروا أستاذ؟ حالياً ولا شيء، بس بكرة الصبح بكون فكرت بكل شيء. لا تشغل بالك، وقتها رح خبركم بقراري. عن إذنكم. هلأ مدان إلي بروحك مرتين، خلي هذا كابوس. تبرعت لي بدمي، ما هيك يا مالك؟ معناها إلك علي دين دم، ليش ما بدفع لك يا؟ وبدفعه حلو كتير بتشوف.
تفضل. جواهر، فينا نحكي شوي؟ المطبخ في شغل كتير، المساء عنا كتير عجقة. ايوه يكون المعلم جمال عطول متلبك. في شغلة بدي استشارك فيها. إلي أنا؟ بس أنا شو بيفهمني بشغلك؟ إلا إذا إله علاقة بالمطبخ. لا لا، شغلة خاصة فيني. نعيم بيك، يمكن أنا حشرت أنفي بشغلات كتير مالي علاقة فيها، وأنت أكيد عندك رفقات بتقدر تسألون وتستشيرون. عن إذنك. شو صار جواهر؟ كنت مفكر إنه نحن أصدقاء؟ أنا كمان كنت مفكرة هيك. إيه، بس اللي بيطلع من برا فكر شي تاني. إذا بتسمح لي أنا بدي روح. لحظة شوي، شو قصدك باللي بيطلع من برا؟ يعني عم ننفهم غلط. شو ما بدهم يفهموا العالم يفهموا. لا مو هيك بتنحسب، يعني الحقيقة هيك ومو هيك. هلأ إذا الإنسان كان عايش بالعلالي، هداك قال هيك وهداك قال هيك ما بيهمه، بس إذا هو عايش ودايس على الأرض بصير هالشي بهمه. لا تواخذيني، ما كان قصدي حطك بوضع صعب. أنت لا تواخذني، وهلأ إذا بتسمح لي عندي شغل كتير بالمطبخ. طبعاً.